اخيرا قبل الفاصل فهيد، في حادث انت ذكرتها وابرز ما فيها قلت هذا الرجل او هذا الشيخ شيخ في الكويت وانا هني انا الشيخ، تقصد منه وشنو القصه باختصار؟ لا هذه الله يسلمك، احنا كنا في اسياد بانكوك 1898 اي 1898 1998 نعم. احنا مشكلين المنتخبات بالكويت وانا رايح رأيي، انا دائما اي مشاركة اسيوية او الامية تكون برئاستي، يعني من اسياد نيودلهي، اسياد قصدي اولمبياد برشا يسمونها هذه ما امريكا لوس انجلوس 84 86 في بانكوك 88 مدوين في هيروشيما برشلونة ليه 2000 اترأسهم. فاحنا مشكلين الوفود، منتخب سكيت، منتخب التراب، منتخب الكذا زين، فمنتخب الدبل تراب. فهيد الديحاني اساسا كان رامي، احنا نرجع حق الانجازات فهيد الديحاني، فهيد الديحاني قبل هالسالفه هذه في هيروشيما استحدثت لعبه اسمها الدبل تراب، ما كانت موجوده، تراب وسكيت بعدين قالوا دبل تراب، ففهيد اساسا طول عمره رامي تراب ولعبته تراب زين، وبعدين لما قالوا دبل تراب دش فهيد الديحاني هذه البطوله ولاول مره بتاريخ الكويت ويلعب هالبطوله وصعبه. التراب عندك شانس ترمي على كل طبق لك حق طلقتين، بالدبل تراب يطلع لك طبقين في زاويتين مختلفتين باتجاهين مختلفين، ترمي كل واحد طلقه طلقه، فاللعبه لعبه يعني صعبه للغايه. هذه اللعبه الصعبه فهيد الديحاني بطل ويعني عنده فطره في الرمايه وملكه في الرمايه وحقق رقم عالمي، كسر رقم العالمي السابق، البطوله تو ما صار لها سنه ونص، فكان في رقم محققه واحد اسمه جشوى امريكي كان رقمه 143 من 150 143 من 150، فهيد ياب 145 من 150، يعني بس خمسه اطباق، جوله فيها 48 من 50، جوله 48 من 50، جوله 49 من 50، يعني نادره زين. فهني فهيد لعبته تراب بس اتجه الى الدبل تراب وصار عندنا بطل في الدبل تراب، وحكر هذا الرقم، احتكر لفهيد ولدوله الكويت على مدى اربع سنوات الى ان عادله واحد استرالي قال له مايكل دايموند، مايكل دايموند اللي هو مثل الالماس، طيب مايكل دايموند مو مو جاكسون مالك الريج هناك يا تسمع يقول جاكسون زين زين. ابي القصه انا القصه جايك في الكلام، والقصه ان فهيد لعبته تبع، فلما ينا على بنروح حق بانكوك هذه فهيد طلب انه يلعب تراب حلو، فالشيخ سلمان هني رفض وعيه وقال له انت تخصصك واحنا بنسوي تخصص، ان التراب تراب والدبل تراب تراب والسكيت سكيت والمسدد مسدد، وفعلا كلامه منطقي زين، لكن فهيد لا يزال عنده رغبه. لما رحنا احنا الى بانكوك هني انا لقيت ان الفريق اللي احنا حاطينه عشان يمثلنا في التراب احد الرماة حاشته وعكه في عينه وعيونه جدحت صارت مثل الحمر، قام ما يشوف عدل زين وتخسب، يعني جت لاق وما جت لاق وغير هذا لا لا لا، المهم راح يدهورنا، اشوف هي بنتائج 39 من 50 كذا كذا، والعالم الفرق الثاني بالتمارين يبون 45 من 50 48 من 50 كذا كذا، هذا بيودرنا. وفهيد هني عنده رغبه انه يلعب تراب، كان اقوم انادي انا قلت تعال ابو ساير تعال، كان بيجفر سلاحه هو هالحين هو جاب لنا الدبل تراب الذهبيه، قلت انت الحين بيض الله وجهك وما قصرت وعطني خشمك خل احبه، ابيك تنزل اللعبه هذه، ابيك تنزل كأنك انت تتمرن، انا ما ابيك الحين تلعب لان اللعبه نعم. يكون طيب. الفريق عليه ستريس قوي نعم. فنزل اللعبه وياب البطوله، دقيت شلت التلفون كلمت الشيخ سلمان قال لي فهيد الديحاني هني، كان يقول لي بس طال عمرك الشيخ سلمان وانا كلمته وقال لي عي علي وكذا، قلت له الشيخ سلمان مع كل تقديري واحترامي له الان الوضع اختلف، الان مصلحه البلد العليا قبل كل شيء، فانا ارى الان الشيخ سلمان هناك وانا هني شيخ بعد هني، فانا ارى مع كل اعتزاز، وانا هذا ايضا ما قلت الكلام الا لثقتي في الشيخ سلمان، وان الشيخ سلمان ما راح يزعل على ان انا، وهذا ترى الان تدرس كفن للقياده ان شلون الانسان ما يكون امعه ما يكون جاي مبرمج هالشكل، انا في وعك يا اخي الرامي هذا اللي كنا ناويين عليه خطفت السياره صار مات استمرض شو اسوي فيه؟ غيرته
فقال لي زين كلمت المدرب موريس قرطان قال انا ما كلمت ابو مساعد عبد اللطيف الكندري قال انا ما ايد المفروض كذا كذا ما دقيت على الشيخ سلمان قلت لما خلصنا وطلعت النتيجه دقيت على تلفون مبروك مبروك بصباح فلان يبنى المركز الاول قال زين زين فلان فلان قلت لا مو فلان فهيد قال يا ابو فهيد انت الله يهديك انت من فرحتك ضيعت تقول مو فهيد فهيد يلعب دبل تراب قلت اقول لك فهيد يقول لا مو فهيد وانا اقول لا فهيد يوم تأكد قلت أنا سويت لي وغيرت 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 الممتة بالنتيجة يبنى لك ذهبية كلم فهيد وتشكر منه. طيب. هذا الموقف